السلام عليكم، معاكم دكتورة رانيا تبعي، مدرس في كلية العلوم جامعة هاي القاهرة. اوبرجين، لو سمحتوا بس لو حد يعرفني الصوت تمام أو إيه؟ تمام يا دكتور، تمام. تمام، ترايل فيرجن الباوربوينت باينة قدام حضراتكم؟ واضح او تمام. تمام، إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الكوميونيتي كوليدج انيشيتيف ترايل بروجرام فيرجن فول برايت ايجيبت. قبل ما نبدا ان شاء الله انا حابه في الاول اتكلم شويه على فول برايت، لان في ناس ممكن تكون ما سمعتش عن فول برايت كوميشن ان ايجيبت. بالنسبه لفول برايت، هي استابليشد في مصر سنه 1949، وكانت في الوقت ده من اكبر واقدم هيئات الفول برايت اللي موجوده في العالم العربي كله. trial version فول برايت كوميشن كرييتد عن طريق بروتوكول كان بين وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه الامريكيه، علشان نعرف قد ايه هي trial مهمه version عندنا. فبنقول ان من سنه 1949 عندنا حوالي 5000 سكولر، سواء كانوا امريكان فول برايترز في ايجيبت او ايجيبشن فول برايترز في اليو اس اي. version هنلاقي كده قدامنا على اليمين مقوله مهمه جدا لسيناتور جي ويليام فول برايت، طبعا هو ده المؤسس للكوميشن اصلا. بيقول: The Fulbright trial program version aims to bring a little more knowledge, a little more reason, and a little more compassion into world affairs, and thereby to increase the chance that nations will learn trial at version last to live in peace and friendship. المقولة دي إيه اللي خلاني أقولها؟ علشان نبقى فاهمين كويس إن دايماً أي scholarship تبع Fulbright بيكون version الهدف منها مش بس إن أنا أتعلم في مكان كويس أو إن أنا أزود النوليدج بتاعتي، لكن كمان عشان أتقبل مجتمع تاني وحضارات مختلفة، trial version ازاي اقدر اكون صداقات مع ناس مختلفة عني تمام. طيب هقول هنا اوفر فيو سريعة جدا جدا trial عن version الفول برايت سكولرشيب. احنا قسمناهم لثلاثة كاتيجوريز. اول كاتيجوري هي الفول برايت ايجيبشن trial ستودنت version بروجرام، ودي تحتها خمسة من السكولرشيب. اول حاجة ماسترز ديجري جرانت، بعد كده الفيزيتنج ستودنت ريسيرشر، Applied trial Fine version and Performing Arts, Fulbright Egyptian Student Program, Islamic Studies، آخر حاجة فيها هي ال Foreign Language Teaching Assistant Program. النوع التاني من ال Scholarship تبع trial version Fulbright هي ال Scholar Program، ودي بيندرج تحتها أربع أنواع من ال Scholarships. أول حاجة Post Doctoral Research Grant, Arts Management Museum and Heritage trial Studies, version Junior Faculty Development Program، وآخر حاجة فيها هي ال Scholar in Residence. آخر نوع من السكولرشيب هي البروفيشنال بروجرام، ودي فيها trial فرقين version بس، هما هيبرت اتش هامفري فيلوشيب بروجرام، واخر حاجه هي الكوميونيتي كوليدج انيشيتيف، ودي اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. trial version من العنوان بتاع السكولرشيب هنلاقي كلمه كوميونيتي كوليدج، ففي الاول عايزين نعرف ايه هي الكوميونيتي كوليدج. trial version الكوميونيتي كوليدج هي عبارة عن 2-year post secondary institution. يعني ايه؟ دي بتبقى عبارة عن institution او college بتبقى بعد مرحلة الثانوي هناك في trial اليو اس version اي، بتبقى المدة بتاعتها مدة الدراسة بتبقى سنتين. المكان ده بيوفر certificate program او associate of art degree او associate of trial science version degree، يعني مش بيدي لي bachelor اللي هو البكالوريوس او الليسانس، لكن بيدي لي في الاخر درجة الزمالة. الكولج دي بتقدم لي اكاديميك trial كورسز version وكمان بتقدم اكتيفيتيز مختلفه. علشان نعرف هي قد ايه مهمه في اليو اس اي، فبنقول ان حوالي 45% من اليو اس يونيفرسيتيز جرادويتس، الناس الخريجين من trial الجامعات هناك، version اتخرجوا اصلا من الكوميونتي كولج. فده يوضح لنا قد ايه الكوميونتي كولج مهمه جدا في اليو اس اي. من trial الكوميونتي version كولجز اللي يو اس اي او الفول برايت سفرت الناس عليها تبع السكولرشيب دي، هيوستن كوميونيتي كوليدج الموجوده في هيوستن تكساس، ده اللي حابب يعمل سيرش عشان يعرف trial موجوده version فين او الليفل بتاعها قد ايه. عندنا كمان نورثرن فيرجينيا كوميونيتي كوليدج موجوده في فيرجينيا، او فالنسيا كوليدج اورلاندو في فلوريدا. trial version طيب كده اخذنا فكره عامه عن الكوميونيتي كوليدج، كده اخذنا فكره عامه هنتكلم عن عن الكوميونيتي كوليدج البروجرام نفسه. trial version الكوميونيتي كوليدج انيشيتيف بروجرام اوف الفولبرايت ايجيبت، الاختصار بتاعها بيبقى سي سي اي، فبعد كده لما الاقي كلمه او الابريفيشن سي سي اي يبقى انا بتكلم على trial السكولرشيب version بتاعتي.
أول حاجة نعرفها عن البروجرام ده إن البروجرام ده هو ممول من وزارة الخارجية الأمريكية، فهو مهم جدا وهاي prestigious. المنحة دي بتوفر لل young professional فرصة دراسة لمدة one academic year. ال one academic year يعني في الآخر بتبقى حوالي 10 شهور في أحد ال community college الموجودة في أمريكا، وطبعا بتبقى accredited community college يعني من الكليات المعتمدة. ايه اللي احنا المفروض بنقدمه في المنحه دي او الكوميونتي كولج هتقدم لحضرتك ايه؟ بتقدم لحضرتك دورات دراسيه اكاديميه او دورات مهنيه، كمان بتقدم لك انترنشيب يعني بتدربك تدريب عملي، كمان عندنا بتزود الليدرشيب كابابيلتيز وبتقوي اللغه بتاعتك اكيد، واكيد برضو زي ما قلنا في اول سلايد خالص ان انت هتختلط بمجتمع مختلف وتتعلم ازاي التدريس بيكون بره. في اخر المنحه ممكن تحصل او اي بارتيسيبنت عندنا شارك في المنحه دي يحصل على شهاده في مجال الدراسه بعد ما بيخلص دراسه الوان اكاديميك يير في الكوميونتي كوليدج. طيب انا علشان اقدم في المنحه دي او في اي منحه تانية لازم ببص على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الاليجيبل فيلد او الفيلد اوف ستادي، ايه الحاجات او ايه الفيلد اللي انا او المجالات اللي هي ممكن اقدم فيها، الحاجات اللي انا مهتم فيها واقدم فيها في السكولرشيب. وتاني حاجه بنسميها الاليجيبلتي كرايتيريا. الاثنين دول اكتر حاجه او اول اثنين اول اوبشن انا ببص عليهم علشان اقدم في اي سكولرشيب. فخلينا نبص هنا في الفيلد اوف ستادي في السي سي اي بروجرام. عندنا اول حاجه الاجريكلتشر الزراعه. يا ريت في كل فيلد هنبص على السب فيلدز اللي موجوده تحتها لان دي مهمه جدا، هقولها في اخر البرزنتيشن مهمه ليه في التقديم. فياريت اي حد مهتم باي فيلد من الحاجات اللي قدامي ياخد بس كابتشر للسلايد عشان هيحتاجها بعدين. طيب غير الاجريكلتشر عندنا كمان الابلايد انجينيرنج، هنركز برضو على السب فيلد اللي موجوده تحتها. عندنا كمان ايرلي تشايلد هود اديوكيشن انفورميشن تكنولوجي، يا ريت زي ما قلنا لو حد حابب او انترستد في اي فيلد من دول ياخد بس كابتشر للسلايد اللي قدامنا. نكمل الفيلد اوف الستادي. Trial version. عندنا كمان الميديا والبابليك سيفتي، التوريزم اند هوسبيتاليتي مانجمنت، واخر حاجه البيزنس مانجمنت اند ادمنستريشن اداره. Trial version. يا ريت برضه هنركز كويس جدا على السب فيلد اللي موجوده تحت اي فيلد من الفيلدز اللي قدامنا. Trial version. طيب زي ما قلنا ان اول حاجه ببص عليها في اي منحه عايزه اقدم عليها الاليجيبل فيلد، لازم تاني حاجه ببص عليها برضو مهمه جدا هي الاليجيبلتي كرايتيريا. خلينا نشوف هل انا مؤهل ان انا اقدم في المنحه دي او لا. الشروط بتاعتنا ايه؟ اول حاجه عندي ايجيبشن سيتيزن شيب، لازم الجنسيه بتاعتك مصريه. تاني حاجه الايدج يبقى بين 21 and 30. البوينت رقم 3 has completed a secondary degree، يكون كمل المرحله الثانويه سواء كان ثانوي عام او ثانوي فني او ما يعادلها بحد ادنى 70%. رابع نقطه عندي في الاليجيبيليتي كرايتيريا هي ان اعلى درجه علميه تم الحصول عليها حاجه من الاثنين، يا اما خريج مدارس او معاهد فنيه او حد حاصل على الباتشلر ديجري. طيب خريج المدارس او المعاهد الفنيه مين اللي المفروض يقدم؟ خريجين المدارس الثانويه الفنيه نظام 3 سنين، خريجين المدارس الثانويه الفنيه نظام 5 سنين، خريجين المعاهد الفنيه العليا نظام 2 سنين، او خريجين نظام الثانويه العامه. طيب بالنسبه لخريجين اللي معاهم البكالوريوس او الليسانس، فعلى الاقل يبقى معايا 2 سنين خبره في المجال اللي هو حابب يقدم فيه الفيلد اللي احنا قلناها. وفي شرط مهم تاني لازم نكون عارفينه، ان لازم يكون المجال بتاعه مختلف تماما عن مجال الدراسه بتاعته. طيب بعد كده نيجي للبوينت نمبر 5، عندنا proof of English language proficiency. لازم اثبات ان اللغه بتاعتك يعني كويسه، بحيث ان طبعا كده كده حضرتك هتسافر لليو اس اي فكل التعاملات بتاعتنا بتبقى بالانجلش. طيب علشان اخد البروف منين؟ لازم باخده من احد الانجلش سنترز اللي احنا هنقول عليها في السلايد الجايه، بس خلينا نشوف ايه الامتحانات اللي انا ممكن امتحنها. حضرتك ممكن تمتحن واحد من الامتحانات اللي هنقول عليها دلوقتي. اول حاجه توفل اي تي بي، اقل سكور ممكن تجيبه او اقل سكور مطلوب من حضرتك هو 400.
ممكن كمان تمتحن توفل اي بي تي، المينيمم ريكوايرد سكور هي من 32 ل 40. ممكن كمان نمتحن ايلتس، الايلتس طبعا زي ما احنا عارفين هو نوعين، اكاديميك او جنرال، ممكن تمتحن ده او ده، والمينيمم اوفر اول سكور هو 4.5. طبعا الايلتس بيبقى عندي 4 سيكشنز في الامتحان، listening, reading, writing, speaking. مش مهم خالص هجيب كام في كل سيكشن، لكن المهم ان التوتال سكور بتاعي يبقى 4.5. ممكن كمان نمتحن في واحده من الايجيبشن يونيفرسيتيز، واقل سكور مطلوب مني 400. على حد علمي انا الجامعات المصريه اللي ممكن تمتحن فيها امتحان انجلش وتقدم بيه جامعه القاهره وجامعه بنها وجامعه عين شمس، ده امتحان مختلف عن الامتحانات الثلاثه اللي قلنا عليهم. هحاول اشوف لو انا ما امتحنتش انجلش، لو انا مش معايا شهاده، اشوف اسرع مكان ممكن يديلي شهاده لو انا حابب اقدم في السكولر شيب دي. طبعا المفروض ان انا بمتحن امتحان واحد زي ما قلنا من الاربع امتحانات دول. هنا قدام حضراتكم تيبل في الانواع بتاعه التيسز اللي ممكن امتحنها والسنترز والاماكن بتاعتها موجوده فين بالظبط في مصر. طبعا التيبل ده مهم جدا في اي سكولرشيب حضرتك هتقدم عليها سواء فول برايت او غيرها. طيب بنكمل الـ eligibility criteria. الـ point number 6 has limited or no overseas study experience، ودي من الحاجات اللطيفة جدا في Fulbright Commission ان هما دايما بيحبوا يدوا فرصة لعدد اكبر من الناس ان هي تسافر على الـ scholarships بتاعتها. فهنا بنقول ان الافضلية بتبقى للناس اللي ما عندهاش خبرة او عندها خبرة بسيطة في الدراسة بره مصر. بعد كده البوينت اللي بعدها is able to receive and maintain US J1 visa، لان دي الفيزا اللي بيديها لحضرتك علشان تسافر. البوينت نمبر 8 is willing and physically able to complete the program، لازم حضرتك وده طبيعي بيكون عندك رغبة وعندك قدرة بدنية ان انت بتكمل البرنامج، لان هو زي ما قلنا هو for one academic year، بما في البرنامج بقى من سفر او اي activities لازم حضرتك تكون قادر ان انت تلتزم بكل الحاجات دي. طيب البوينت اللي بعدها نمبر 9، لازم حضرتك تكون مقيم في مصر من بداية الابليكيشن بروسيس لحد الترافل ديت. البوينت نمبر 10، لازم حضرتك تقدر تسافر في التاريخ بتاع السفر في المنحة اللي هو جولاي او اوغست 2021. النقطة اللي بعدها خاصة بالميل ابليكانتس، بالنسبة للناس اللي هتقدم من الرجال لازم يكون حاصل على إعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية. البوينت اللي بعد كده is committed to returning to Egypt immediately after completion of the program، لازم البارتيسيبنت أو السكولر يلتزم بأنه يرجع مصر على طول بعد ما بيخلص مدة المنحة. بالنسبة للبوينت نمبر 13 و14 فبنتكلم على الكواليفايد ويمن، النساء او السيدات المؤهلة، والبيبل وذ ديسابيليتيز اللي هم ذوي الاحتياجات او اللي احنا بنطلق عليهم ذوي الهمم، سواء ده او ده يقدروا يقدموا كمان في المنحة دي. بكده نكون خلصنا الـ eligibility criteria. من هنا اكون قدرت احدد هل انا اقدر اقدم في الscholarship دي او مش هقدم فيها واقدم في واحدة تانية. طيب لو انا خلاص عرفت ان انا اقدر اقدم في السكولرشيب دي وانا مؤهل ليها، هعمل ايه؟ هبدا ابص على الريكوايرد دوكيومنتس، ايه هي الحاجات المطلوبه مني عشان اقدم في السكولرشيب. في اول واحده، اول حاجه من الدوكيومنت المطلوبه هي الابلكيشن فورم. الابلكيشن فورم دي بتبقى عباره عن اسئله حضرتك بتجاوب عليها، وبعدين بتبعت الفورم كتمبلت على الايميل اللي موجود قدام حضراتكم في البوينت نمبر 1. طيب تاني حاجة في الـ required documents هي الـ essay questions، دي بتبقى أسئلة مقالية. معلومة مهمة جدا بالنسبة للأسئلة المقالية، نصيحة مهمة جدا، بلاش حد يقتبس الإجابات بتاعته من أي مصدر. زي إيه؟ زي هتدخل على جوجل، هتدخل على أي ويب سايت، هتدخل تجيب كلام من بوك، من أرتيكل، الكلام ده كله ما ينفعش، لأن هما الهدف من كل الكلام ده إن هما لازم تعبر عن أفكارك أنت، لازم تكون أوريجينال ثينكر علشان تلتحق بالسكولرشيب دي. فما حدش يا جماعة ياخد أي كلام منقول من أي مكان، لأن هما كده كده بياخدوا الكلام بتاع حضرتك اللي هي الإجابات وبيعرضوها على برنامج اسمه البليجيريزم، ده بيعرفني درجة الاقتباس، هل أنت اقتبست أو ما اقتبستش من مكان. فلازم حضرتك بتعبر عن أفكارك أنت في الإيساي كويشنز. طيب الويب سايت اللي قدامي ده علشان نفهم أكتر عن موضوع الاقتباس للي حابب يعرف، في البوينت نمبر 2.
طيب بعد كده البوينت نمبر 3 في الريكوايرد دوكيومنتس، ايه المطلوب مني؟ صورة أو نسخة من أصل شهادة الثانوية العامة، أو لو أنا خريج ثانوي فني 3 سنين، أو أنا خريج ثانوي صناعي 5 سنين، باخد الشهادة، أخد بالي إن الشهادة تبقى الأصل الأوريجينال، بعمل لها سكان وبعدين ببعتها على الإيميل مع بقية الريكوايرد دوكيومنتس. الشهادة بتاعتي أو النسخة اللي أنا هاخدها دي وهعمل لها سكان، واحدة عربي وواحدة إنجلش، ما ننساش إن أنا باخد نسخة من الأصل، محدش يصورها وبعدين ياخد لها سكان، ودي من الحاجات المهمة جدا اللي بيركزوا فيها. طيب البوينت نمبر 4، باخد كمان نسخة من أصل بيانات الدرجات لشهادة الثانوية، سواء زي ما قلنا ثانوي عام أو ثانوي فني أو ثانوي صناعي، وبرضو بتبقى بالمواد والدرجات، برضو واحدة عربي وواحدة إنجليش. طيب بعد كده البوينت نمبر 5، بالنسبة للباتشلرز ديجري هولدرز، الناس اللي اتخرجت من جامعات أو معاهد فنية، محتاجين من حضراتكم صورة من أصل شهادة التخرج بالدرجات والمواد، واحدة برضو عربي وواحدة إنجليش، مع نسخة من شهادة المرحلة الثانوية وبيان درجات، واحدة عربي وواحدة إنجليش. هقول تاني، لازم حضرتك بتعمل سكان للشهادة الأصلية، محدش يعمل سكان لصورة من الشهادة. طيب بعد كده البوينت نمبر 6، بالنسبة للإنجليش تيست ريزولت، حضرتك المفروض هتكون امتحنت في أحد السنترز اللي احنا اتكلمنا عليها. الشهادة الأصلية حضرتك بتستلمها من السنتر وبتعمل سكان ليها، وبرضو بتبعتها على الإيميل مع بقية الريكوايرد دوكيمنتس. البوينت نمبر 7 في الريكوايرد دوكيمنتس، نسخة برضو، باخد برضو سكان للباسبورت لو أنا عندي باسبور، أو ناشونال آي دي، أو من البطاقة الشخصية. آخر حاجة متعلقة برضو بالميل أبليكنتس، لازم حضرتك تقدم شهادة الإعفاء أو التأجيل للخدمة العسكرية. بكده نكون اتكلمنا على كل الدوكيمنتس المطلوبة. أنا مش شايفة إن فيها أي حاجة صعبة خالص، وسهل جدا إن احنا نقدم في السكولارشيب دي لو أنا انترستد في الفيلز بتاعتها. طيب من الحاجات المهمة جدا وناس كتير بتسأل عليها في أي سكولارشيب هي البادجت. طب المنحة دي بتوفر لي إيه؟ إيه الحاجات المادية اللي هي هتغطيها؟ هنلاقي مع بعض، هنبص مع بعض كده على السلايد اللي قدامي. هنلاقي أول حاجة هي الـ J1 فيزا سبورت. هناخد الـ J1 فيزا دي اللي هنسافر عليها إن شاء الله في الـ USA على المنحة دي. كمان الفول برايت هتتكفل كمان بالسفر، تكاليف السفر كلها من هنا لحد ما توصل للهوست انستيتيوشن، ولحد وكمان العوده بتاعتك. عندنا كمان هتتكفل بالتويشن اند مانداتوري كوليدج فيز، الرسوم الدراسيه ورسوم الكليه، الهاوسنج والميلز، كمان السكن والوجبات. يعني كمان هي هتعرفك هتسكن فين، يعني مش بس بتدي لك الفلوس، لا هي هتعرفك هتسكن فين وهتتابع معاك طول الوقت. كمان هتوفر لك small allowance for books, materials and incidental expenses، اي بقى بدل كتب او في materials بتستخدمها في الكوليدج بتاعتك، او في مصاريف بسيطة الكوليدج بتطلبها، برضو المنحة دي بتغطيها. عندي كمان limited accident and sickness coverage that is J visa complaint، لا قدر الله لو في حادثة او في مرض، المنحة كمان بتغطيها بما يتوافق مع ال J1 visa. اخر حاجة بتغطيها المنحة هي variety of personal and professional development activities. طبعا واضح ان البادجت بتبقى عالية، وان المنحة تقريبا متكفلة بكل الحاجات الخاصة بيك في وقت السفر. طيب اللي قداني ده هو التايم لاين بتاع البروجرام. انا بس عايزه اركز على الابلكيشن ديدلاين، ان هو في جانواري 9 2021، يعني هو قرب شويه، ف يعني اللي عاوز يقدم محتاج ان هو بسرعه يبدا يجهز في الاوراق بتاعته. طيب عندنا هنا دي حاجات انستراكشنز كده اخد بالي منها، ودي اللي بتفرق ابلكيشن عن التاني او ابلكانت عن التاني. طيب ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها؟ طبعا بالنسبه للابلكيشن احنا قلنا ان انت لازم بتعبر عن نفسك وبتكتب بطريقتك وبتعبر عن افكارك. طب هو هيطلب مني ايه؟ هيطلب منك ان انت تعمل ديسكريبشن للسبيسيفيك ارياز اوف انترست. حضرتك مهتم بفيلد ايه بالظبط؟ طيب حضرتك مهتم بكونسنتريشن ارياز، بتركز اكتر على ايه؟ ايه هي السب فيلد اللي حضرتك مهتم بيها؟ طيب ايه هي الاكسبيرينس بتاعتك في المجال ده؟ وكمان تتكلم على اللونج تيرم جولز، ايه الاهداف بتاعتك على اللونج ران. طيب
بنكمل instructions. وانت بتكتب الابليكيشن بتاعتك بتملأ البيانات، لازم تاخد بالك من النقط اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة لازم تجاوب على كل الاسئلة، ما تسيبش اي حاجة فاضية. طيب لو انا عندي سؤال I'm not related to it، سؤال ماليش علاقة بيه خالص، اعمل ايه؟ لو مثلا سؤال موجه للميل مثلا عن الخدمة العسكرية وانا اللي بتقدم هي female applicant، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ فبنكتب كده N/A يعني not applicable، السؤال ده انا مش related ليه، انا مش هجاوب عليه، لكن ما سيبش اي حاجة فاضية. طيب تاني حاجة اخد بالي منها، لازم الكونتاكت انفورميشن بتاعتي تبقى كلها واضحة. لازم بحط البوستال كود لكل الادريسز بتاعتي، لازم كمان السيتي او الكونتري كود قبل اي رقم تليفون. كمان عندي الاسم، اسمي لازم بكتب الاسم كامل ولازم تبقى الحروف بتاعته كلها كابيتال، ويا ريت لو انا عندي باسبور يبقى الاسم مكتوب بنفس الطريقة اللي موجودة في الباسبور عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده في وقت السفر. طيب لو انا دلوقتي الابليكيشن نفسه عملت له برنت واخدته وهكتب انا بخط ايدي، فهيبقى هاند ريتن ابليكيشن، فلازم اخد بالي لو انا بكتب بخط الايد الخط بتاعي يكون واضح جدا جدا، لان بعد كده طبعا هنعمل له سكان وهنبعته على الايميل زي ما قلنا. طيب عندنا حاجه كمان مهمه زي ما قلت وبركز عليها كذا مره، اخلي بالي اجاباتي كلها تبقى بطريقتي انا، مش عايزين مساعده من حد، وحتى لو حد ساعدني انا برضو هكتب بالطريقه بتاعتي. اخر نقطه وانا بعمل سبمشن للابلكيشن اخر صفحه بمضي انا عليها، يعني حضرتك بتمضي عليها وبعدين برضو بتعمل سكان وبتبعتها على الايميل مع بقيه الريكوايرد دوكيمنتس. طيب هنتكلم هنا على شويه انستراكشن مهمه وانت بتعمل سبميتنج للابلكيشن. دلوقتي المفروض ان انا خلاص خلصت كل الدوكيمنتس المطلوبه مني وعاوز ابعتها دلوقتي على الايميل زي ما احنا قلنا بتاع فول برايت كوميشن. هنعمل ايه؟ طبعا فول برايت بتقدم منح كتير زي ما قلنا في تاني سلايد، يعني بيجي لهم ايميلز كتيره سواء من السكولرز او من اي مكان في العالم. طيب دلوقتي هو عنده زحمه في الايميل، عشان يعرف حضرتك عاوز تقدم على ايه وعشان حضرتك ما تضيعش وسط الايميلز الكتيره، فلازم تلتزم بده. اول حاجه في العنوان بتاع الايميل هتكتب اول حاجه الاكاديميك يير اوف ذا بروجرام، بعد كده هتكتب البروجرامز نيم، بعد كده الفيرست واللاست نيم. فادالي مثال اهو، عندنا اهو AY2122 ده الاكاديميك يير بتاع البروجرام، CCI ده البروجرامز نيم زي ما احنا قلنا، محمد محسن ده مثال الفيرست واللاست نيم. فحضرتك ده عنوان الايميل عشان يبقى عارف ان انت واحد من الابليكانتس اللي مقدمين على السي سي اي بروجرام. طيب الايميل نفسه هبعت فيه ايه؟ هنبعت الريكوايرد دوكيمنتس اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب اخلي بالي بقى، انا قلت من شويه في التيبل بتاع التايم لاين بتاع البروجرام ان الديدلاين هو في يوم جينيوري 9 2021. طيب يعني ينفع ابعت الساعه 12 بالليل يوم 9 يناير؟ لا طبعا، لان كده هنبقى دخلنا في اليوم الجديد. طبعا الناس دي بانكتشوال جدا، المواعيد بتاعتهم بتبقى في التزام قوي جدا، ما ينفعش حضرتك تبعت الدوكيمنت بتاعتك ولا الايميل بتاعك بعد الساعه 11:59 دقيقه يوم 9 يناير 2021. يا ريت حضرتك يعني تبعد عن الميعاد ده على قد ما تقدر. طيب دلوقتي انا بعت الايميل بتاعي فيه كل الدوكيمنتس المطلوبه وكله تمام، وعايزه اتاكد هل الايميل وصل عندهم او لا. فدلوقتي بنقول لو كل الدوكيمنتس بتاعتك المطلوبه انت بعتها وكله مظبوط بالنسبه لهم، هيبعتوا لك ايميل خلال اسبوع علشان ياكدوا لك ان فعلا خلاص الايميل وصل وكل الريكوايرد دوكيمنتس موجوده. طب لو ما وصليش ايميل يبقى الايميل بتاعك وصل متاخر او الدوكيمنتس بتاعتك مش كامله للاسف. فعشان كده نحاول نركز كويس جدا مع الحاجات اللي انا بقولها ونركز في الديدلاين، لازم نبعت قبله. طيب عندنا نوتس مهمه جدا برضو هناخد بالنا منها، برضو زي ما بقول دي اللي بتفرق ابليكانت من التاني. اخد بالي لما كنت بتكلم على الاليجيبل فيلد او الفيلد اوف ستادي كنت بقول هنركز على الفيلد وهنركز على السب فيلد اللي تحته. ليه بقى؟ لان حضرتك لما بتكتب في الابلكيشن الاوبشنز بتاعتك اللي انت انترستد فيها هتكتب اول حاجه الفيلد، بعد كده بتكتب تحته السب فيلد، بتختار ثلاثه سب فيلد من الفيلد اللي انت انترستد فيه.
طيب اختار تلاتة على اساس ايه؟ على حسب انا البريفرنس بتاعتي ايه. فاول سب فيلد ده اكتر حاجة انا انترستد فيها، وبعدين باخدها بالتدريج. تاني واحد يبقى اقل شوية، تالت واحد هو الاخير خالص. ليه بعمل كده؟ علشان لما هو لما الفول برايت كوميشن بتجيت كونتاكت مع الكوميونتي كوليدج اللي حضرتك هتروح فيها، اللي هي فيها الفيلد بتاعك، بتشوف هل متوفر الاول حاجة في الاولويات بتاعتك اللي انت انترستد فيها او لا. طب لو مش متاحة نبدأ نشوف رقم اتنين وهكذا. لازم برضو بنملى البيانات بتاعة الامرجنسي كونتاكت، ده لازم مهم جدا. الانفورميشن كلها تكون موجودة عنه، الادرس وكل ارقام التليفونات. طيب لو تم اختيارك، لو انت واحد من اللي تم اختيارهم خلاص وافقوا على كل الدوكيمنتس بتاعتك والابلكيشن بتاعتك، تاخد بالك ان حضرتك لازم الايجيبشن باسبورت بتاعك يبقى فاليد على الاقل لحد ديسمبر 2022. طيب لو انا تم اختياري، او يعني خلاص انا بقيت من الناس اللي هتدخل في الفيز نمبر 2، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بعد كده حضرتك بتعمل انترفيو مع لجنه النومينيشن، والانترفيو ده بيكون في القاهره، وهم هيبلغوكوا لو الناس نجحت في الفيز الاولى في خلال مارس ابريل 2021. هيبعتوا ايميل بان حضرتك تم اختيارك علشان تعمل انترفيو وتدخل في الفيز الثانيه. طيب ناس كتيرة جدا بتخاف من الحتة بتاعة الانترفيو، الانترفيو هيبقى عبارة عن ايه، الناس هتتكلم في ايه، وكمان بيعرفنا هيتكلموا في ايه. اول حاجة لازم ناخد بالنا منها هي الانجليش. طبعا الانترفيو بيبقى بالانجلش، حضرتك لازم الانجلش بتاعك يكون كويس، حضرتك لازم تكون واثق من نفسك كويس جدا، لازم تكون عارف الفيلد اوف انترست بتاعتك، لازم تتكلم عليها كويس، لازم تتكلم على الجولز بتاعتك برضو بطريقه كويسه، حضرتك ممكن تحضرهم قبل ما بتروح. لازم يكون كمان عندك انترست في الكروس كولتشرال، زي ما احنا قلنا كل المنح بتاعه فول برايت تقريبا بتركز على ازاي بتعمل كولتشرال اكستشينج، لازم فلازم حضرتك تكون انترست في حاجه زي دي. طيب كمان هيركزوا على الليدرشيب بوتنشال، على الفلكسبيليتي، هل انت بني ادم فلكسبل او مش هتعرف تتعامل مع مجتمع مختلف عنك. كمان زي ما احنا قلنا قبل كده لازم يكون عندك الفيزيكال ابيليتي والويلنجنس ان انت تكمل البروجرام لحد اخره بكل ما فيه من سفر او من اكتيفيتيز. كمان بنقول لازم تكون كوميتمنت لان انت ترجع الهوم لاند، لازم ترجع مصر بعد ما السنة بتخلص على طول. وخلي بالي لان دي واحدة من الانستركشنز بتاعة الجي 1 فيزا، ان لو انت سافرت سنة يبقى حضرتك ملزم ان انت بتقعد هنا في مصر سنتين، ما ينفعش تسافر خلال السنتين دول. النقطة اللي مكتوبة عندي آخر حاجة هي عملية الأفضلية، زي ما احنا قلنا هم بيفضلوا الناس اللي ما كانش ليها تجربة قبل كده في الدراسة في الخارج، أو عندها خبرة بسيطة فيها، لكن ده مش معناه ان هم هيرفضوا الناس التانيين، لا طبعا أكيد كده كده هم بيشوفوا الناس كلها، لكن أنا قصدي أقول ان الناس اللي ما سافرتش قبل كده هتخاف وتقول لا أنا مش هقدر أسافر، مش هقدر أقدم، لا قدم عادي جدا، كلنا بنبقى خايفين في الأول لكن بعد كده الدنيا بتمشي. شكرا لكم جدا، مبسوطه ان انا كنت معاكم، بس انا حابه قبل ما ندخل في الاسئله اقول بس حاجه بسيطه كده. انا بنصح اي حد يا جماعه ان هو لو قدامك سكولرشيب وانت انترستد في الفيلز بتاعتها، لو سمحت قدم، حاول تكسر الحاجز. مرحله بس ان انت بتقدم وبتبعت الابلكيشن وبتجهز الورق دي لوحدها مرحلة كويسة جدا، هتسهل عليك بعد كده ان انت تقدم في 100 سكولرشيب وتسافر 100 مرة. لو مش هتلحق السكولرشيب دي مثلا عشان امتحان الانجليش، بس انا برشح ان احنا نشوف موضوع جامعة القاهرة او جامعة بنها او عين شمس لو هي بتخلص الشهادة بتاعتها، الامتحان والشهادة بيطلعوا في وقت بسيط. لو مش هلحق ابدا اجهز نفسي من دلوقتي، ابدا اجهز نفسي في الانجليش، ابدا اجهز نفسي في ازاي اكتب ابلكيشن، او ازاي اقول اعبر عن نفسي في الاهتمامات بتاعتي في الفيلد اللي انا عايز اسافر عليه. الشهاده طبعا بتبقى في اي سنتر من اللي احنا قلنا عليهم بتبقى فاليد لمده سنتين. همتحن دلوقتي هتبقى فاليد سنتين، ومثلا الصلاحيه بتاعتها قربت تخلص، همتحن تاني قبل السنتين ما يخلصوا عشان اكون جاهز في اي وقت لاي سكولرشيب ممكن تنزل تبع اي كوميشن موجود عندي. سافروا يا جماعه، السفر بيديلك نوليدج اكتر، بيقوي الانجليش بتاعك، هتلاقي المايند سيت بتاعتك بتختلف، هتعمل فريندشيب مع ناس جديده جدا، ودي هتستفيد منها على كل المستويات. شكرا ليكم يا جماعه، وان شاء الله نبدا دلوقتي الاسئله لو حد عنده سؤال.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جدا رانيا على العرض الأكثر من رائع طبعا والبسيط. بس أنا كنت عايزة أسأل على البوست دكتور، تمام. الشروط بتاعتها وخصوصا اللغة، وهل فعلا برضو هنكون برضو مضطرين إن احنا نرجع بعد البوست دكتور، ولا ممكن تتمد؟ يعني هل هي سنة سنتين؟ يعني هل شرطها هيختلف عن المنحة ديت ولا لأ؟ هو طبعا كل منحة مختلفة خالص عن التانية، حتى السكورز بتاعت الامتحان الانجليش نفسها كمان بتفرق. فأنا حابة ان انا ابقى اتكلم بعد كده، نعمل سلسلة مثلا عن بقية السكولرشيب، نعمل كل مرة كده واحدة من السكولرشيب بتاعت فول برايت، ونتكلم بالتفصيل عن كل واحدة ان شاء الله قبل حتى ما يتم الاعلان عنها او قبل ما يعملوا اناونسمنت على طول. Trial version. تمام، شكرا. طيب انا بشكركم يا جماعه. اتفضل. Trial version. محمد رفاعي. اتفضل يا دكتور. اولا انا بشكرك جدا على البرزنتيشن ده، فيري انفورماتيف وسيمبل في نفس الوقت، وانا ملاحظ Trial version. الحضور ما شاء الله، والكباسيتي طبعا بتاع الترايل فيرجن ده 50 بارتيسيمنت بس، فما شاء الله كلهم موجودين. فالمره الجايه Trial باذن الله version. هنستغل بقى الزوم بتاع الجامعه، بحيث ان احنا يبقى قدامنا الاودينس، يبقى العدد اكبر من كده مفتوح. ان شاء وانا الله شايف ان باذن الناس الله. متحمسه، ان احنا عايزين نعرف بقى الفول برايت كاملا، يعني المنح ايه اللي متاحه، بتاعه الماستر ديجري وبتاعه البي اتش دي والبوست دكتور. فان شاء الله انا وعدتكم بقى ان احنا نستاذن الدكتوره رانيا انها تعمل لنا حاجه مور انفورماتيف على يعني المنح المختلفه، واحنا اضطرينا ان احنا نعمل الكوميونتي دي، الكوميونتي كوليدج، على Trial اساس ان هي version. دي كان الديدلاين بتاعها قريب، كمان حوالي اسبوعين بس. فاحنا نستغل ان شاء الله، لان معظم الفول برايت هيفتح في شهر فبراير، Trial version. وفي هنبتدي نحضر لهم بقى. ف إن شاء الله. اذنك بقى دكتوره رانيا تستعد لنا في حاجه كده إن شاء الله على يا دكتور. حاضر. الحاجات اللي هتفتح قريبا Trial ان شاء الله. version. بإذن الله إن شاء الله. أكون مشكور جدا مبسوطة كده أكيد. دكتوره رانيا، شكرا ولو على حد له حاجة. اي سؤال يتفضل يعني. طيب تقريبا كده مفيش أسئلة، فأنا بشكركم جدا يا جماعة، وإن شاء الله نتقابل في سلسلة Trial version. بقية السكولرشيب بتاعت فول برايت، وأشوفكم على خير إن شاء الله في ويبينارز جديدة. السلام عليكم.